مرحبا. من أسبوع وأنا شايف الناس كلها أخذ على مباراة كأس العالم، ولكن يا ترى خطر ببال حدا يسأل شلون فاتت كرة القدم لسوريا وإمتى فاتت؟ كانت البداية أنه كان في عنا مجموعة من الطلاب عم يدرسوا بجامعة بيروت الأمريكية، وكان في فريق كرة قدم بجامعة بيروت الأمريكية، وكان يلعب مباراة كرة قدم مع بعض الفرق التي عم تزور بيروت. طبعا اجوا بالأتلة الصيفية وحبوا يشكلوا فريق، شكلوا فريق كرة قدم وعملوا ملعب محل المتحف الوطني الآن، كان أرض مرج، عملوا ملعب كرة قدم بدائي، عملوا جولين بالحجار وبأواعيهم ولعبوا. كان اللعب بدائي، نسبوا 5-5 ويشوتوا الطابة يركضوا، كل فريق يركض ورا الطابة. عام 1919 شهدت دمشق أول مباراة رسمية لكرة القدم، تشكل فريق من هدول اللاعبين ومن اللاعبين اللي انضافوا لهم ولعبوا أول مباراة رسمية مع فريق القوات الإنجليزية اللي كانت متمركزة جنوب دمشق في سوريا، كان تحت رعاية الأمير فيصل. والملعب إذا طلعنا عليه على الصورة بنلاحظ أنه كان ملاصق للتكية السليمانية، محل المتحف الوطني هلا. انتهت المباراة وقام الأمير فيصل بتوزيع هذا لكل لاعب من الفريقين ساعة ذهب. أول نادي تأسس في دمشق هو نادي برادة عام 1928، وبلشت تزداد الأندية. عام 1947 تشكل فريق الشرطة العسكرية، فريق الشرطة العسكرية هو اللي صار فيما بعد فريق الجيش. 1949 تشكل فريق الشرطة. بالحقيقة هدول الفريقين وقت تشكلوا سرقوا اللاعبين من الأندية. ليش؟ لأنه هدول بيدفعوا معاشات، الأندية ما بتدفع معاشات، بالعكس كان لاعب بالنادي بيدفع رسم اشتراك شهري للنادي وبجيب الأواعي من عنده. أنا بتذكر لعبت بنادي دمشق الأهلي بأواخر الستينات، كنت طالب ثانوي، البوت والجرابات والشورت وحتى كنزة التدريب من عندنا نشتريها نحن. هذا الملعب، ملعب البلدي بدمشق، شاف ذكريات محزنة وذكريات طريفة. من ذكريات محزنة أنه عام 1955 كانت عم تصير مباراة لفريق الجيش، وكانت برعاية العقيد عدنان الملكة اللي كان نائب رئيس الأركان العامة للجيش، تم اغتياله بالملعب أثناء المباراة. هذه الذكريات الحزينة. أما في ذكريات طريفة، من الذكريات بتذكرها كانت قابة بطولة أو دورة دولية لألعاب القوى بهذا الملعب، ملعب البلدي، ففي كان سباق 5000 متر، كان عم يشارك من سوريا سباقين اثنين، واحد اسمه خليفة عطيش وواحد اسمه سعيد ضيف. هدول كانوا من عشائر البدو بالبادية، وكان الرئيس العشيرة تبعهم موجود بالملعب بالمنصة الرئيسية. فبيفاجئنا المذيع الداخلي بالملعب بيقول له لسعيد ضيف، بيقول له إذا فزت ببطولة هاد السباق رئيس العشيرة حيزوجك بنته. سعيد ضيف بيسمع الكلام وبكون راكد بينتفض وبشد قد الله ما يعطي، بتجاوز كل اللاعبين وباخذ فعلا سباق بطولة السباق 5000 متر. بس ما بعرف بعدين إذا رئيس العشيرة جوزه بنته ولا لا، هذا الشيء اللي ما بعرفه. بذكر من المباريات الهامة اللي شفتها، إجانا فريق سبارتاك براك من تشيكوسلوفاكيا، لعب مباراة وفاز على فريق الجيش 5-2. كان في فارق بالمستوى كثير بين كرة القدم بسوريا وكرة القدم بأوروبا. احنا كنا نتقاوى على الفرق اللي حوالينا، كنا نفوز على الأردن، على لبنان، على السعودية، على الإمارات، على البحرين. الحمد لله هلأ صاروا كلهم هن يغلبونا. مرة بدنا نحضر مباراة لكرة القدم بملعب البلدي، وما معنا مصاري، طلاب ثانوي احنا شو، بس كنا لابسين هيك لبس ما بشي مرتب. قلت له رفيقي، قلت له امشي نفوت من الملعب، من المدخل اللي بيفوتوا منه اللاعبين وبيفوتوا منه المسؤولين والمدربين، يعني في لانه في مدخل الجمهور وفي مدخل خاص لهدول، بس بتمشي بجنبي وبتحكي بتطلع فيه، بنعمل حالنا عم نحكي مع بعضنا وبنشوبر بايدينا مشان يفكرونا مسؤولين. والله فتنا ومرقنا والحراس اللي واقفين على الباب وكذا، وانا واشر بنشر بايدنا هيك وهيك، وصلنا جوات الملعب وفتنا وقعدنا بالمنصه وما حد قال لنا وين فايتين. اما الكرنفال الحلو اللي كان يصير بالملعب، كانت المدخل للملعب من عند المتحف الوطني، كان في طريق هيك بيمشي على الطرف وبيطلع بشكل تله. وقت نصير براس التله ويكون الناس طالعين من الملعب، طالعين بتعرف مثل النهر، تلاقي منظر رائع، الناس عم تنزل هيك وماشي، خاصة إذا كان الفريق تبعنا ربحان وميتة، المنظر كان بياخد العين. هلأ راحت هاي المنظر وراح ملعب البلدي وراحت كل ذكرياته. في فور دافت، 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 في فور دافت،
قبل التلفزيون كان التعليق بالإذاعة بالخمسينات وحتى منتصف الستينات، كانوا يقسموا الملعب يرقموا له 16 مربع. هو عم يقول يقول الطابة الآن بالمربع رقم 7، بيعرفوا وين رقم 7 المستمعين، بيبقوا كانوا عم يشوفوا الملعب. لما بلش النقل التلفزيوني سنة 1965 كان كمان في تشويش بالناس، كانوا كانوا يظنوا انه اللي بالتلفزيون بيسمعوا الناس اللي برا يعني. فكانت في مباراة لفريق الجيش، وكنا انا واخواتي متحمسين، ابي كان قاعد بالصدر زلم اختيار، احد لاعبين فريق الجيش شاط طابة اجى برا، ام احد من اخواتي طلع خلوه يكسر رجلك ان شاء الله طلعت الطابة برا. ابي قاعد بكل براده قال له لك من كتر ما عيطتوا عميتوا لهم قلبوا اللاعبين، ما عاد عرفوا يسجلوا يعني، كانوا ظن ان اللاعبين تشوشوا من عياطنا. اول مذيع تلفزيوني كان عدنان بوزو. عدنان بوزو اول بداياته بالرياضه كان لاعب بنادي برده، وانا شفته باحدى المباريات كان عم يلعب بالملعب، وبعدين صار حكم دولي وصار ينقل النقد التلفزيوني. هلا صار في تناقض، كان حكم دولي المباراة اللي بحكمها ما بقدر ينقلها لانه ما بقعد بينقلها لانه هو المعلق، فاعتزل التحكيم وقتها واكتفى بالتعليق الرياضي، وصار يعني هو صار بصمة من بصمات التعليق الرياضي حتى على الصعيد العربي، كانوا ياخذوه يشارك بنقل مباريات كأس العالم. وكان عدنان بوزو يعني مشهور، هو اللي طالع كلمة جول هي اللي بيمطوها لأن المعلقين كتير، هو أول من بلش فيها. بمطلع السبعينات تأسس أو أنشئ ملعب استاد العباسيين أو ملعب العباسيين. صارت حادثة طريفة بملعب العباسيين عام 1976، أقيمت بدمشق وقتها الدورة الرياضية العربية، كانت لمجموعتنا سوريا كانت واليمن والعراق ودولة رابعة مالي عم بذكرها. صارت مباراة بيننا وبين اليمن فزنا 9-0، وصارت مباراة بيننا وبين العراق فازت علينا العراق 3-1. هلا اذا عملنا بالمقياس واستنتجنا بنلاقي انه لازم العراق تفوز على اليمن 12-13-0. فريق العراقي فريق كبير، وفريق اليمن اولاد عمره 17-18 سنه يعني ما عندهم اي خبره، عم يلعبوا بشكل مفاجئ، هب دب بشوتوا طابه بتجيب الجول بتصير النتيجه 1-0 لليمن. لما جنوا اللاعبين العراقيين هاجم الفريق العراقي كمان بشكل مفاجئ، سجلوا اليمنيين تالي جول صارت النتيجه 2-0. الفريق العراقي ما عاد في عقل، هجم على اللاعبين اليمنيين وبلش يقتل فيهم ضرب، وما انقذ الموقف الا دخلت الشرطه انقذت اللاعبين اليمنيين وطلعتهم من الملعب وخلصتهم من بين ايدي الفريق العراقي. نحن شاركنا بكأس العرب من الدورة الأولى، الدورة الأولى صارت 1963 بلبنان، أحرزنا الميدالية الفضية المركز الثاني. سنة 1966 شاركنا مرة ثانية ببغداد بكمان بطولة كأس العرب وأحرزنا المركز الثاني بعد خسارتنا أمام العراق، وهي كانت تعتبر نتيجة كبيرة لأنه كان عدد الدول العربية مشاركة كبير بالبطولة. وقت إجا من العراق عملوا له احتفال كبير تكريمي بمسرح العسكري، وقدم رفيق سبيعي أغنية جول جول فيها جول جول لسوريا جول. بهالأغنية هي ذكر أسماء كل اللاعبين اللي كانوا شاركوا، وهي من أول أغنية رياضية عربية. مثل الشرارة بالملعب مليان حرارة، صاحبنا الشاطر تميم كله خفة ومهارة. طبعا طلعت بعد منا أغنية رياضية جميلة جدا للمطرب اسمه رشيد اللي سجلها دقوا على الخشب يا حبايب دقوا على الخشب، فرحة وزلقوطة يا حبايب للمنتخب. دقوا على الخشب وقولوا اسم الله ويغسل عين. كانوا هاي الغنية يحطوها بعد كل فوز لمنتخب سوريا أو لأحد الفرق السورية لما تشارك بالبطولات الآسيوية أو البطولات العربية. آخر بطولة أخذنا فيها مركز جيد هي بطولة كأس العرب اللي قامت بالأردن عام 1988. سنديب بيلعبها بالعرض وبيلعبها والجول بيسار. بهاي المباراة صارت حادثة كمان، كان عندنا حارس اسمه وليد إسلام كان طويل وعملاق، حارس بالحقيقة عملاق بلعبه، حتى اجت شوطة بالزاوية 8 زت حاله مشان ينقذها، قدر ينقذها بس انضربت ايده بالعارضة وانكسرت ايده وطلع من الملعب، اجى سيارة الاسعاف اخذته نزل الحارس البديل اللي هو ملك شكوحي. ملك شكوحي كأنه أمه رضي عليه، نزل وبدع بهديك البطولة وخاصة بضربات الجزاء مع مصر، أنقذ طابتين أو ثلاثة اللي بتذكر. يا رب
انطارت وصدها فازت سوريا. ضربة الجزاء. سوريا سوريا. تحياتي لكم من استاد عمان الدولي، تحياتي لكم، محبتي لكم، الى اللقاء، الى الفرح السوري في شوارع سوريا والمدن السورية بهجة وسعادة، ومن حقكم ان تبدأوا وتسعدوا بانتصار سوريا على سوريا. ستلعب بعد غير الخميس. فزنا بالمباراة نصف نهائية على مصر بضربات الجزاء الترجيحية، وخسرنا مع العراق بضربات الجزاء الترجيحية، أخذنا ميدالية الفضية. بعدين تراجع مستوانا، بعد أخذنا الحمد لله أي مركز متقدم بكأس العرب ولا غير كأس العرب. أنا هلأ ذكرت بعض الذكريات الطريفة. أقيمت بطولة كأس العالم للشباب أعتقد بـ91 أو الـ90، ما أتذكر. إجت إن مباراة مع السعودية بالسعودية، كان مدرب سوري مدرب روسي اسمه أناتولي، وكان مدرب السعودية ألبرتو كارلوس، لاعب العالمي، كان مشهور كلاعب عالمي وكان مدرب عالمي كبير. له تصريح مشهور ألبرتو كارلوس أنه أنا ما لي شايف سوريا كلها، ما لي شايف فريق السوري، يعني هتجاوز ويطلع لنهاية كأس العالم. بالرياض بالعاصمة السعودية لعبنا، وصلنا لضربات الجزاء الترجيحية وفاز فريقنا على فريق السعودية، والمدرب السوري يعني من فرحته ركض بنص الملعب وعمل حركة كتير إلى معنى لما نطلع على المنصة وعمله للمدرب السعودي، وطلعنا لكأس العالم. وقتها لعبنا مع كوستاريكا، فزنا عليها بالنهائيات. طبعا إجت مباراتنا مع البرازيل، هون الغلطة لما عدنان بوزو شوي هيك يعني نغر، يعني شو فريق البرازيل جاي من الأمر، جاي من كوكب تاني مثلنا، فخسرنا يوميتها 6-0. وهذا أنا بعتبرها نتيجة طبيعية، يعني هي البرازيل مو حي الله، برازيل يعني احتفظت بكأس العالم، فازت فيه 3 مرات واحتفظت فيه. هل يفعلها بقول؟ لأن نحن عم نتابع كأس العالم، نتمنى وكلياتنا نتمنى أنه كأس العالم القادمة تكون سوريا مشاركة بالنهائيات. يعني كلياتنا بنقول آمين، ونتمنى لمنتخبنا أنه يتحسن وأنه يتطور، وأنه يصير نقعد عوض ما نشجع السعودية وعوض ما نشجع البرازيل وعوض ما نشجع الأرجنتين، نشجع المنتخب السوري.